الإعلام عصر المعلومات، الطريق إلى إعلام مهني. قدمت للجامعة وللطلاب أسلوب جديد في التدريس. الدكتور فرج الكامل، أستاذ الإعلام، الخبير الدولي في الإعلام الصحي والسكاني، يكشف سر الصنعة لأيمن عدلي. السؤال اللي أنا دايما بسأله لبعض المتفزلكين، أنت عملت إيه لمصر؟ اسأل نفسك هذا السؤال، إذا لقيت نفسك عملت حاجة يبقى أنت على الطريق الصحيح. إعلام الدولة وإعلام الجماعة، واجبات الإعلامي وحقوقه. في الموقع بتاعي أول حاجة كاتبها فيه: ليس العلم ما حفظ، ولكن العلم ما نفع. يتحدث عن سر نجاح الحملات الإعلامية التي قام بتخطيطها وتنفيذها. أنا خليت الفلاح هو اللي ينصح المذيع في أحد الإعلانات، ويكشف عن نشأته والأساتذة الذين تأثر بهم في مصر والخارج. اللي أنا قدمته كمنهج علمي وبحثي ونظريات لخدمة طلاب بقى الماجستير والدكتوراه إلى أن يشاء الله. ويروي أهم الأسرار حول المناصب العلمية والدولية التي تقلدها. من ساعة ما اتخرجت من الجامعة وأنا مرتبط بكلية الإعلام جامعة القاهرة، الدكتور فرج الكامل في حوار خاص مع أيمن عدلي. أستاذ شاكر برضو بيمثل قيمة إنسانية عظيمة جدا في حياتي. لبرنامج كنوز الوطن على أخبار مصر.